المشكل ديال المحمديه بزاف الناس ما خصهم التفاته في الحياه ديالهم، وهذا السيد هذا بصراحه ما خداش حق ديالو، كما الاخ ديالي تا هو ما خداش حق ديالو، وكما الناس اللي باقيين دابا ما خدوش حق ديالهم. وهذه النقطه اللي كنا كنتناقشوا فيها دابا، لانه انا كنت في واحد الوقت اختارت على المجلس البلدي اللي كان عنترة يديروا واحد البند لهاد الناس اللي كيكونوا لاعبين ولا رياضيين ولا مناضلين، كدير واحد البنود اللي تكون واضحه حتى هما ما يتحرش بها، وتكون التفاته للناس في الحياه ديالهم.